فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، أسعد الله صباحكم بكل الخير، وكل عام وحضراتكم بخير وسعادة. كل عام وكل سيدة وكل فتاة هي مصدر الحياة وطوق النجاة. نجتمع اليوم لتكريم المرأة في اليوم الذي أصبح تقليداً وطنياً من كل عام، لنشهد أمام العالم أجمع أهمية دور المرأة ومحوريتها في بناء الأمم وتخليد الحضارات. فالمرأة المصرية هي إرادة الحياة ومنبعها، هي الشريكة في الكفاح والنجاح، في البناء وفي العمل، هي مصدر طاقة الوطن وعطائه المتفاني. بهذه الكلمات وصف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المرأة المصرية. اليوم نحتفي بكل امرأة مصرية، كل من صمدت في وجه التحديات وكافحت حتى دون التاريخ نجاحها، وكانت الدرع الحامي والحاني أيضاً للوطن. نحتفي بكل امرأة تغلبت على جميع الحواجز بدعم الإرادة السياسية، التي آمنت بكفاءتها واستحقاقيتها لكل منصب تقلدته وكل مكانة حققتها. كل عام وكل امرأة مصرية في قلب الوطن. هي دورها اتكتب في التاريخ، وفي اليوم ده رجعت تكتب اسمها في التاريخ من تاني عشان وطنها يفضل حر. ودي كانت اللحظة اللي حولت فيها حياتها لنقطة بداية جديدة سجلها التاريخ لسنين، لحظة قالت فيها بكل جرأة مطالبها. وفضل هو الحلم لمئة سنة قدام، وتدور الأيام وطباعها ما بتختلفش. ببساطة هي دي الست المصرية اللي بيتقال عليها إنها غير أي ست تانية. فضل حلمها إنها توصل لحقوقها. ظهرت من جديد في المشهد البطولي اللي كلنا شفناه عشان الأمان يرجع لبيتها ويحصل استقرار في بلدها. اتميزت في كل دور بتقدمه واتمسكت بمطالبها. عهد جديد كانت بدايته دستور اتكتب فيه لأول مرة في التاريخ 21 مادة بتضمن حقوقها عشان تكون طرف أصيل في معادلة بناء وطنها بكرامة وأمان. في العهد ده شفنا وزيرات بيقدموا المستحيل لبلدهم، وبنشوف مشهد عمرنا ما شفناه، نائبات في البرلمان وأول وكيلة لمجلس الشيوخ ومحافظات. ده غير أول منصب لرئيسة محكمة وقاضيات ومحاميات دايماً بيبصوا للحياة بنظر التفاؤل، ده غير المأذونات الشرعيات. وبقينا بنشوفها في أعلى المناصب في البنوك، في المؤسسات المالية، في الشركات، وفي منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي. في العهد ده كل ست بقت حاسة بالأمان قدام تطبيق القوانين، من أول حقها في التعليم وكفاحها إنها توصل لأعلى الشهادات، خلاها قدوة لناس كتير. اتقدم لها برامج متخصصة لتطوير قدراتها في كل التخصصات، مدارس وجامعات، واهتمام حقيقي للقضاء على الأمية. ده غير المبادرات اللي بتهتم بصحة المرأة، وفرنا لها سكن تلاقي فيه السكينة والأمان. واللي حصل من المبادرات زي تكافل وكرامة اللي بترعى الأسر المحتاجة بضمان اجتماعي لكل ست بتعيل أسرتها، ده غير دعم المشروعات الصغيرة في كل المجالات عشان يقدروا يطوروها
وتبقى مصدر دخل آمن لبيتها، وكمان مبادرة مصر بلا غارمات اللي سددت ديون الغارمات ورجعت لهم الأمل لحياة كريمة من تاني. كفاح الست المصرية طول تاريخها من أول ثورة 19 بتكملوا لحد دلوقتي ستات وبنات مننا بقوا سفيرات وأمثلة رفعت راس بلدنا في كل المحافل الدولية. بنرجع قوة مصر الناعمة برسالة صادقة توصل للناس في كل المجالات، وبناتنا بتوصل لأعلى المراكز الرياضية بطلات بجد حققوا أرقام قياسية ورفعوا الراية. النهاردة فرصتي وبكرة لينا كلنا. المرأة المصرية تفيض بالمحبة والعطاء على كل من حولها. وقت الشدة بيبان معدنها الأصيل، بتقف وبتتحمل المسؤولية. كل التحية والتقدير لكل أم ولكل زوجة ولكل ست مصرية على دورها في خدمة بلدنا. فتحية لكل سيدة مصرية.